السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم، حياكم الله وبياكم ويا مرحبا بكم طال عمركم. اليوم عندي موضوع الله يسلمكم بخصوص بعض الناس، ليس الكل طال عمركم، إذا شافوا أو سمعوا في حد في اكتئاب الله يسلمكم. الاكتئاب مرض عادي، يعني أسأل الله لي ولكم العافية وللجميع. الاكتئاب مرض يعني عادي يصيب البني آدم. في ناس يعني ليس الكل إذا سمعوا أنه شخص في اكتئاب يعتزلوا، يعني خلاص يصنفوا أن هذا مجنون رسمي، ويصنفوا أن هذا خلاص يعني انتهى، ويصنفوا أنه هذا يعني كيف، يعني شو أقول لكم، من الفئة خلاص الضالة كذا يعني يصنفوا. في ناس موجودين يعني العقول الثابتة، العقول فقط اللي تدور نفس الدائرة فقط، ما يعني تطلع من الدائرة اللي فيها. فأنا حبيت، طبعا ليس الكل البعض، فحبيت الله يسلمكم أقول لهذه العقول، لهذه الناس اللي صنفوا مرض الاكتئاب أو المصاب بالاكتئاب مجنون أو خارج نطاق الخدمة وليس من الفئة اللي هم ينتموا إليها أو ليس من البشر، حبيت أقول لهم أنت بعمرك شفت ثور في اكتئاب؟ بعمرك شفت تيس في اكتئاب؟ الله يسلمك التيس والثور ما فيهم اكتئاب. هذا الله يسلمك الصبح يرعي ويلوف الأخضر واليابس وبعدين المغرب يرقد ويمشي على هالموال، يعني نفس الشيء، تتريق تتغدى ترد من الدوام العصر ولا المغرب صرت يلس في الميلس وحشيت في الناس وصنفت الناس كل واحد عطيته التصنيف وروحت رقدت ونفس الموال كل يوم تمشي عليه. طبعا ليس الكل البعض، فهذا طال عمرك. يعني اذا انت شفت تشخص واحد من نفسك ان اللي فيه اكتئاب هو انسان غير صاحي غير سوي، انسان مريض، انسان كذا، فهذا تصنيفك انت طال عمرك. ما دام ان الانسان هو انسان يجي الاكتئاب يمرض يتعالج يصح، هذا مرض عادي يعني لعلاج الحمد لله. ليش مسويين مستشفيات؟ ليش؟ وهذا مرض يعني ما مرض خطير، اذا اهملته صح خطير، لكن اذا تلاحقت وتعالجت بالعكس تفهم ويعني يكون مزاجك احسن عن قبل بعد يوم تفهم الاكتئاب شو. ف يعني انت قبل نعيب زماننا والعيب فينا، يعني هذا ينطبق عليك انت، طبعا ليس الكل البعض. فهذا طال عمرك اذا انت تصنف انه مرض الاكتئاب كذا، فانا اقول لك يعني التيس والثور مع نفس الشيء. وسامحونا طال عمركم، هذا موضوعنا، والله يحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله.